حياكم الله مشاهدينا من جديد. احتضن جاليري القصبي بالمركز السعودي للفنون التشكيلية في جدة يوم أمس انطلاق معرض بعثرات، والذي جمع 8 فنانات تشكيليات قدمنا مجموعة من أعمالهن الفنية من مختلف المدارس والاتجاهات التشكيلية. راح نتعرف على تفاصيل أكثر لهذا المعرض الذي افتتحه مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة الأستاذ عمر الجاسر. في هذا اللقاء راح نتعرف على تفاصيل كثيرة مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية الأستاذة سوزان الخضر من استديوهاتنا في جدة. أهلا وسهلا فيك أستاذة سوزان. أهلا وسهلا بكم أستاذة سوزان. يعني في البداية أكيد نبارك لكم افتتاح معرضكم بعثرات، لكن حابين نعرف يعني إيش كانت بداية الفكرة وأيضا كيف كان محتوى هذا المعرض؟ كانت بداية الفكرة إنه إحنا يعني كذا فنانة اجتمعنا على أساس إننا نعمل معرض تشكيلي بس، وبعدها يعني الحمد لله اتفقنا على كل شيء، على الأشياء حقت المعرض، الترتيبات، والحمد لله تم بخير أمس الحمد لله. وكان افتتاحه أمس يوم الأحد، وكان حيستمر لمدة 10 أيام. ممتاز. يعني وكان الاسم طبعا لهذا المعرض بعثرات، يعني اخترتوا هذا الاسم، ايش سر تسمية هذا الاسم يعني، وهل هو جزء يعني من فلسفة الأعمال المعروضة؟ الاسم بعثرات، بعثرت ألوان، معناته بعثرت ألوان على اللوحات. الباء في بعثرات، في أول حرف الباء هي بصمة ترسم في الأعين نبض حياة مختلف. العين علم يصور الأحاسيس دون أن يتحدث. الثاء ثورة من الأحاسيس المختبئة. الراء رسم يحاكي الواقع. على جدران الحياة بشفاة صامتة. الألف أحرف ساكنة وملامح لا تنطق. التاء تصور تفاني يجعل الأمل مرسوم بدقة. يعني فهذا اسم بعثرات هذا. يعني هذا الاختصار الجميل يعني لكلمة بعثرات صراحة، والكلمات هذه الإبداعية، المعنى بعثرات أكيد كان يحوي هذا المعرض أستاذتي يعني على نوعية أعمال متميزة. إيش كانت هذه الأعمال اللي قدمتوها يعني، خصوصا أنها كانت من مدارس مختلفة للفن التشكيلي وللثماني فنانات تشكيليات؟ هي عدة أعمال في لعدة لمدارس مختلفة، التكعيبي، السريالي، الواقعي، يعني عدة مدارس مختلفة. في لثمانية فنانات اللي هم سهام منصور، هالة السهلي، سوزان الخضر، شعاع صفيان، فتح نعمان، شيماء زين، فاطمة الحكمي، أفراح بالحداد، كلهم فنانات رائعات وعملوا 65 لوحة تشكيلية مختلفة المدارس. أيوة. في التجريدي كمان، اللوحات التجريدية في منها يحاكي واقعنا، في منها لوحات تحاكي واقعنا في مثلا المجتمع، كيف تصور المجتمع، تصور الحياة المختلفة. هذا تجريدي، هذه اللوحة المعروضة تجريدي، هذا الفن التجريدي اللي كان يعني اللوحة المعروضة قبل قليل. أيوة. طيب أستاذة سوزان، يعني إيش اللي جمع يعني بين ما شاء الله هذه اللوحات الجميلة والألوان؟ هذه لوحة عن تفضلي معليش السؤال أستاذة سوزان، يعني إيش الخيط يعني كنت أعلق على لوحة بيضة.
ما لين تعرض معنا على الهواء رح نرجع نعلق عليها، لكن حابين نعرف ايش الخيط يعني اللي جمع بين هذه الالوان والاعمال يعني حول هذا الفن التشكيلي ومع هؤلاء الفنانات التشكيليات. هو كله الاحساس، هو الخطر، هو الاحساس، هو اللي جمعنا كلنا. فبهذا الاحساس بنصوره على اللوحات. طب بالنسبه لهذه اللوحه يعني ايش تعليقك عليها استاذه سوزان؟ هذه تصور اللوحة، هذه تصور أوجه الحياة للإنسان وللحياة بشكل عام. أحيانا الإنسان بيكون بشكل، أحيانا يكون حزين، أحيانا يكون بده يصرخ يعني، أحيانا يكون لو شفتيها ثلاثة فيسات يعني ثلاثة وجيه على وجه يعني ياخذهم وجه واحد، ومرات الواحد يكون مبتسم، أحيانا يكون يعني بعدة وجوه. بالنسبة للحياة يعني أحيانا تضحك لنا، أحيانا تبتسم بسخرية، أحيانا تكون حزينة، أحيانا تكون يعني بصرخة. صحيح، عاد أيا كانت الصرخة، سواء حزينة أو بفرح. يعني مثل كلام كلمات يعني أغنية ذكرى الله يرحمها، يوم ليك ويوم عليك، يعني مو كل الأيام معنا، عشان كذا متنوعين ما بين الابتسامة والفرح والحزن والشعور نوعا ما بالإحباط. نعم. طيب أستاذة سوزان، يعني كيف تشوفين مشاركة الفنانات يعني التشكيليات في مثل هذه المعارض، بالتحديد معرض بعثرات، يعني إيش ضاف لكم وكيف كان تبادل الخبرات بينكم كفنانات؟ كان التبادل اكيد اننا احنا بنتبادل الخبرات من في تجاربنا هذه كلها. كل مين له اسلوبه، كل مين له كمان بالخامات يعني اللي بيحطوها، سواء جريده يعني او خامات ما بتخطر على بال احد ثاني. فالمهم بنتبادل هذه كل الاشياء وتتطور فيما بعد وتطلع اشياء اخرى كمان يعني. يعني هذه التجارب يعني والخبرات يعني ممكن تسهم في دعم وصقل المواهب الفنيه عند الفنان التشكيلي؟ اي طبعا اكيد اكيد بتدعم وتثقل المواهب كلها وتطور منها بشكل كبير يعني. أستاذة سوزان، يعني تشوفين أو تعتقدي بأن المرأة التشكيلية في السعودية يعني نالت نصيبا وافرا من التواجد في المعارض المهتمة بالفن، يعني أم ما قدرت مثلا توصل لها بالشكل السليم وتوصل لوحاتها بالشكل المطلوب؟ هي يعني الحمد لله يعني التشكيليات السعوديات ما شاء الله يعني بشكل كبير عندنا وممتازين، لكن ما بت يعني ما هي لابد من لها من دعم كبير، عرفتي كيف؟ ما وجدت الدعم الفنانة التشكيلية بشكل كبير مثلا. أستاذة سوزان نقدر نعبر، لم تنل نصيبها الوافر الحقيقة يعني. يعني الحمد لله هو موجودين هم على الساحة، لكن ما امتنل النصيب الوافر من اعطائها الفرص بشكل يعني واسع. بس هذا هو. طيب كيف تشوفين الفن التشكيلي يعني وصل عندنا في السعودية؟ الناس صار عندها نظرة يعني للفن التشكيلي وثقافة هذا الفن الجميل يعني بمدارسه المختلفة؟ معلش، الناس قدرت تصل وتعرف الفن التشكيلي بمدارسه المختلفة عندنا في السعودية؟ الناس العاميين يعني غير الفنانين؟ لا، الفنانين نفسهم يعني وايضا الاشخاص العاميين.
الحمد لله بالنسبة للفنانين أكيد أيوة، لكن بالنسبة للعامي بالهم ثقافة يعني عن الفن التشكيلي يعني بشكل أكبر. طب أستاذة سوزان يعني في الختام، كيف تشوفين دعم جمعية الثقافة والفنون للأنشطة التي تقدمها المرأة السعودية بالتحديد؟ جمعية الثقافة والفنون صراحة دعمتنا الحقيقة في عمل المعرض، دعمتنا دعمنا بقيادة الأستاذ عمر الجاسر، الحقيقة ما قصر معنا أبدا، اتصل علينا، قدم خدماته ودائما بيقدم خدماته الحقيقة أستاذ عمر الجاسر مدير الجمعية للثقافة والفنون بجدة، والله يعطيه العافية، وهو اللي كان أمس مفتتح معرض بعثرات معنا، والحقيقة إحنا يعني كمان نطمح إنه إن شاء الله يعني من خلاله ومن خلال جمعية الثقافة والفنون بجدة نطلع لمعارض خارجية بإذن الله، ونشترك ونشارك بمعارض داخلية بإذن الله. الفنانة التشكيلية السعودية يعني تجد الإقبال وتجد الدعم الكافي من جميع الجهات المسؤولة، مثل الفنانة التشكيلية الأستاذة سوزان الخضر. إن شاء الله نرجو ذلك إن شاء الله بإذن الله. أستاذة سوزان الخضر فنانة تشكيلية، شكرا لك. مشاهدينا بالتأكيد فقرة سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل نقش الحنة على الأيادي، موضة تعود في صيف 2016.